وتزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي 2024-2025، أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف فعالية العودة إلى المدارس في مركز الرحمانية التجاري بالشارقة. رحلة تعليمية ممتعة لا تنتهي، وأجواء تفاعلية تستهدف الأطفال، نجدها في مركز الرحمانية التجاري بالشارقة خلال فعالية العودة إلى المدارس التي نظمتها هيئة الشارقة للمتاحف لخلق أجواء تفاعلية لدى الطلبة تمهد لهم الطريق لبداية عام دراسي جديد، وتهدف لغرس قيم التعليم المستدام وتعزيز الهوية الوطنية وإثراء المحتوى الثقافي والتعليمي ونشر الوعي بأهمية المتاحف. هذه المنصة تقدم تجربة فريدة للزوار من الطلبة من مختلف الفئات العمرية وعائلاتهم من خلال تقديم سلسلة من الورش التعليمية الممتعة ومعرض يتضمن نماذج لمقتنيات مختارة من متاحف الشارقة وألعاب وأنشطة تفاعلية وركن للتصوير ومتجر للهدايا. الفعالية تأخذ المشاركين عبر سلسلة من الورش التعليمية وألعاب تفاعلية ومعروضات متنوعة في رحلة إبداعية تقدم لهم تجارب غنية تسهم في نشر الوعي الثقافي وتعزز القدرات الإبداعية. جذبني اجتماع الناس وهم متجمعين، فصرت هناك مع أهلي وشفت أنه في ورشة وهي من هيئة المتاحف، وسوينا الشنطة لوناها بالإسفنج وفيها زخارف إسلامية وكانت جميلة جدا، وحبيت الورشة وايد، وإن شاء الله نزور المركز مرة ثانية. جيت في مركز الرحمانية ولعبت وشفت ورشة ولونت واستخدمت الألوان وسويت الأشكال الهندسية واستخدمت الألوان اللون الأحمر والوردي والذهبي والأزرق. هيئة الشارقة للمتاحف حرصت على تنظيم مثل هذه المعارض بغرض تقديم المعلومات التثقيفية التي تمزج المعرفة العلمية بالتاريخ وتدعم رؤية الهيئة في التعريف بأهمية المتاحف كوجهة ثقافية وتعليمية جاذبة. إذن حتى 25 أغسطس الجاري تستمر فعالية العودة إلى المدارس بمركز الرحمانية في الشارقة. لأخبار الدار العنود الصوري.